السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة هبد كورة، معكم عصام السرساوي. وقبل ما نبدأ في الحلقة نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا ديربي المغرب، ديربي الدار البيضاء لسه خالص. طبعا في الأول أسقف لجمهور الوداد وجمهور الرجاء، بجد 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 تستاهلوا مليون تحية. أحلى ما في المباراة النهاردة الجمهور ده، الجمهور رائع جدا جدا، يعني تشوف الدخلات وتشوف التشجيع وتشوف كل حاجة النهاردة من الجمهور عملها. شماريخ بقى ولع الشماريخ طبعا التشجيع نار من اول دقيقة لاخر دقيقة. انا هسقف له تاني. الجمهورين عظام جدا جدا، ده احلى فما في الديربي النهاردة الجمهور. يلا بينا نخش نتكلم عن الديربي. بس قبل ما نخش نتكلم عن الديربي، يا ريت تنزل تدعمنا بلايك، اللايك الكتير بيخلي فيديوهاتنا تنتشر، وسبسكرايب للناس الجديده وفعل زر الجرس وشير للحلقه. ويلا بينا نخش على الديربي ونتكلم في شويه في الديربي. في البداية يعني احب اشكر جمهور الوداد وجمهور الرجاء، جمهورين عظام جدا، احلى ما في المباراة، طبلو اكثر من رائع. الجمهورين بجد حاجة جميلة وحاجة مشرفة للمغرب. الجمهورين ده يعني بيفكرني بلوفر بلات وبوكا جونيور، بيفكروني بكده والله، فعلا فعلا بيفكروني باللقاء ده، اللقاء النهاردة بقى. فنيا الوداد الشوط الاول تفوق نسبيا على الرجاء البيضاوي، وقدر فعلا اسماعيل حداد يحرز هدف في الشوط الاول بصناعة ايوب الكعبي بغلطة بنون، يعني غلطة بمدافع كبير زي بنون، الغلطة دي ما تجيش منه غلطة. وطبعا انت عارفين الدربيات بتبقى بتتحسم بالاخطاء البسيطة واللي بيستغل الفرص. الشوط الاول زي ما قلنا انا شايف ان زوران تفوق نسبيا على كارتيرون، وقدر الوداد انه يترجم تفوقه النسبي بهدف في الشوط الاول. الشوط الاول يؤخذ على فريق الرجاء، الدفاع ما كانش مظبوط لان الكرة بتاعت بنون دي اتكررت، وكانوا ممكن الوداد يجيب هدف تاني، بس يعني ايه القدر كان رحيم بيهم. الرجاء الشوط الاول هجوميا ما كانتش موجوده، الرجاء الشوط الاول ما فيش الفرص اللي تقدر تقول عليها اهداف. الشوط الاول الرجاء كان سيء، مش هنقول سيء كتير، لا كان مش ده الرجاء اللي كنا متوقعين، ومش ده الرجاء ما دخلش في الديربي الشوط الاول. الشوط الثاني اللعيب نزل غير مجريات الامور. اللعيب ده انا مش متخيل اللعيب ده كان قاعد ليه. محسن متولي، محسن متولي لاعب فريق الرجاء البيضاوي، يعني انا فعلا مش عارف هو كان كارتيرون ما قعده ليه، نزل قلب نتيجة اللقاء، وقلب مش نتيجة اللقاء هنقوله، يعني هو نزل غير معطيات اللقاء، خلى الرجاء طبعا تسيد المباراة. الشوط الثاني بنزوله الرجاء فعلا الشوط الثاني اتغير شكلا وموضوعا. الرجاء امتلاك للكرة، الرجاء ضياع للفرص، الرجاء احرز هدف لوامبا، يعني الرجاء كان افضل الشوط الثاني. وتبادل هنا الشوط الاول والشوط الثاني، بس في المجمل انا شايف في المجمل ان النتيجة عادلة، يعني ما اقدرش اقول حد اتظلم النهاردة وان كان في حد يفوز على حد، لا، بس محسن متولي عمل مباراة رائعة، مباراة رائعة جدا جدا. والتكناوتي النهاردة شال كورة من لوامبا اعتقد برضو بالهيد، انا معرفش هو شالها ازاي. الكورة دي لو اتحطت في البعيدة جول للرجاء، الجول التاني كان هيخلص 2-1. الهدوء الذي يسبق العاصفة، فعلا النتيجة دي لا، احنا حبايب واخوات الرجاء والوداد، انتوا كده يعني احنا طالعين النهارده مفيش خسران ومفيش كسبان، والجماهير طبعا ديربي ديربي يا جماعه، انتوا تشوفوا اللعيبه في الملعب النهارده بجد اللعيبه بتاكل في الملعب، وفرحه الجونين، شوف فرحه الجون بتاعت الحداد وقلع الفانيلا كانه جايب جون في نهائي بطوله افريقيا. لا الراجل فعلا الديربي قصه تانية، الديربي المغربي حكايه تانية. يعني شفت النهارده
اللعيبه، ولما احرز برضو الرجاء الهدف، الفرحه والجمهور والاجواء دي تنطق الحجر. انا عصام اهو لو انا ما بتمرنش ونزلت في اجواء زي دي هجري ومش هبطل جري، وحد بالجرينتا بتاعتي. جرينتا النهارده ما بين الفرقتين، بس في الاول وفي الاخر المباراه طلعت اخوات. شايف من وجهه نظري المتواضعه ان الفرقتين ما كانش فيهم حد يستاهل انه يفوز النهارده. هيتاجل الحسم لموقعات يوم 23 الشهر ده، ماتش هيبقى ماتش الوداد. كله بيقول الوداد يعني ليه فرصه عشان الوداد اتعادل 1-1 والهدف بهدفين. اعتقد ان الديربي ملوش مقاييس. اعتقد ان يعني الرجاء مش في دماغه الكلام ده، الاثنين من دوله واحده والاثنين من بلد واحده، عادي مفيش اي مشاكل. انا شايف ان المباراه الثانيه هتبقى صعبه جدا 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 على الفرقتين. شايف ان الشد والشحن هيبقى اكتر اكتر، الجمهوري والضغط الجمهوري الجماهير يعني ضغط الجماهير هيبقى قوي المباراه الثانيه. وان لو لعب الوداد على التعادل الماتش الجاي هيتغلب، لكن لو لعب على الفوز هنتفرج على مباراة قوية جدا جدا. الرجاء بدوره لا بديل قدامه غير سوى الفوز، والفرقتين هينزلوا المباراة للفوز ثم للفوز ثم للفوز. مباراة رائعة، مباراة قوية، مباراة جماهيريا عظيمة. الدخلة، الدفوهات، التفوهات اللي كانوا عاملينها، منظر الجمهور رائع 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 رائع. انا من وجهة نظري ان الماتش الجاي، قولونا انتوا من وجهة نظري اتكلمت عليه، والماتش ده اتكلمت عليه من وجهة نظري انتوا، قولونا المباراة النهاردة كان مين يستحق الفوز. شايفين المباراة تعادل ده عادل ولا لا؟ شايفين المباراة القادمة هتبقى عاملة ازاي؟ كل ده في الكومنتات. اللي تنزل تدعمنا بلايك وشير وسبسكرايب لنسي جوافة على زر الجرس.